وصلت الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا، واشتملت الشحنة على أدوية تعالج أمراض نقص المناعة الأولية والثانوية واضطرابات النزيف الذاتي، بالإضافة إلى الحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم المنظومة الطبية، وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الرعاية الصحية والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما.